مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد مع ماتش ساخن جدا في سوبر هاتريك. سوبر هاتريك هو اللعيب اللي بيقدر يحرز 4 أهداف في نفس المباراة، وده اللي احنا بنحاول نحققه في مطبخنا كل يوم من خلال وصفات مميزة جدا تحقق 4 أهداف أساسية، وهي ان اكلنا يكون اصح ألذ اوفر اسرع. النهاردة هنقترح عليكم حاجة للفطار. يعني احنا ليه ننزل من البيت واحنا مش فطرانين؟ الموضوع بس هيستغرق مننا 10 دقايق، هنصحاهم بدري، هنجهز صنف لطيف جدا ونفطر. النهاردة هقدم لكم الاسبانيش أوملات، وهحط عليه إضافة بسيطة جدا من عندي هتعرفوها وإحنا شغالين. يعني هقول لكم لغاية هنا ده الاسبانيش أوملات. من أول هنا بقى الإضافة بتاعتي، اللي حابب يعملها هتاخد 5 دقايق زيادة، أوكي. اللي مش هيحب يعملها يكتفي بالسبانيش أوملات. وكمان هقترح عليكم مشروب ممكن يتشرب وممكن يتاكل، هو لطيف جدا جدا، هو مشروب الزبادي، سوري، الموز بالايس كريم. لو سبناه كده سايل هنشربه على طول، لو حطيناه في الثلاجه حبه ممكن ناكله بالمعلقه. هنشوف مع بعض كل التفاصيل. طب تعالوا نعمل الاسبانيش اومليت بسرعه. احنا محتاجين طماطم، محتاجين فلفل، محتاجين بصل، محتاجين طبعا بيض، محتاجين لبن، جبنه رومي مبشوره، زيتون اسود، ملح، فلفل، يعني البديهيات كلها يعني. خلاص، طيب اول حاجه هنعملها عايزين نحضر الخضار، نقطعه. هطير الحته اللي انا مش عاوزها من الفلفل كده، في حته طلعت سليمه لطيفه اهي، خلاص نخليها. الحته دي عايزين نطلعها، نقدر نعمل كده ونجيبها نرميها ونفضي البذر. مش بنرمي الفلفلايه كلها، ما تقلقوش. اوكي تمام، وهقطع كده من النص وهبدا اخد شرايط كده وافرغها من الحته البيضه اللي انا مش عاوزها كده. اوكي، شرايط اهي. اوكي، انزل البذر. اوكي، هقطع كده شرايط شرايط شرايط، خلاص شرايط. خلاص فاضل عندي الحته دي اهي. انا بقطع قدامكم علشان برضو الناس اللي ما عندهاش خبره في التقطيع تبقى برضو فاهمه ممكن الحاجات تتم ازاي. دي اسهل طريقه ممكن نقطع بيها. وجبه الفطار يا جماعه مهمه جدا جدا جدا، لانها بتظبط لنا الشوجر ليفل او مستوى السكر في الدم، وده مسؤول عن اننا نبقى مركزين وعندنا نشاط وحيويه، عشان اللي هينزل من البيت رايح الشغل هيسوق مثلا او رايح هيشتغل على طول، فمحتاج يبقى مركز وما يهبطش كده في نص النهار. وبعدين بدل ما نضيع وقت الشغل فنوصل الشغل الساعه 9، وبعدين على ما نعمل اوردر للفطار ولا نبعت نجيب حاجه ناكلها للفطار بقت 9:30، على ما نفطر ونخلص بقت 10:10:30، يعني تقريبا تلت النهار طار. طب ما ننزل من البيت فطرانين. ده الفلفل، وادي الطماطم بتاعتي، هعمل فيها ايه؟ هقطعها شرايح. اوكي كده زي ما احنا شايفين كده. اوكي، وهبدا بقى ايه، امسك الشرايح دي اعمل قطعتين بالطول والف، واعمل قطعتين بالعرض، اعمل قطعتين بالطول والف، اعمل قطعتين بالعرض، قطعتين بالطول، قطعتين بالعرض، طول عرض، حتى يعني التقطيع عامل ايقاع لطيف. طول عرض، طول عرض، طول كده عرض. خلاص خلصت، طماطم بقت مكعبات اهو، حاجه حاجه بخلصها وبشيلها اهي على جنب. عندي البصلايه عايزه تتقطع، هطير الحته برضو اللي انا مش عاوزها وهبدا اقطع البصل شرايح كده اهو كده زي ما احنا شايفين. ودي هقطعها نصين بالظبط كده، فيها حته تخينه ممكن نقطعها كده بس نخلي بالنا على ايدينا. ونفس القصه، طول الف عرض، طول الف عرض، طول الف عرض، طول
ألف عرض طول بس البطاطس سوري البصل بقى مكعبات الاثنين بيبدأوا بحرف الباء بصل وبطاطس خلاص بقى عندي مكعبات البصل هي عايزة تفك من بعضها هي مكعبات اهي عايزة بس تفك من بعضها كده اهي وعندنا الطماطم وعندنا الفلفل منظر جميل حتى يعني على البلانشة اهو خلاص دلوقتي بقى هنعمل ايه محتاجين ناخد البيض بتاعنا واحنا فينا كان عندي بقول عشان ايوه اهي هفضي البيض انا هفضيه بيضه بيضه عشان بس نتاكد ان هم ايه سلام هوريكم دلوقتي البيض ممكن نكسره ازاي شيل دي عشان تعرفوا تشوفوا كده اهو فل تمام طبعا انا هنا جايب بيضتين بيض على بيضتين حمر يعني انا بفضل البيض الاحمر الحقيقه مش عارف ليه بس بفضل البيض الاحمر تمام زي الفل الشرايه نجيبها كده بشوكه اوكي تعالي حضرتك تعالي جنابك في ايه تعالي يا ماما تعالي 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 ايوه 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 كده بس اوكي كان عندي كده تمام بتبان لو فاسده بتبان من اول ما بنفقشها اوكي اهو كده بقى عندي الاربع بيضات هعمل ايه دلوقتي هحط عليهم بقى بق لبن دي حاجه من الاسرار اللي بتظبط الموضوع قوي ده لبن سكيم خالي الدسم هيدي طعم جميل جدا جدا وهيظبط الحكايه جدا 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 اوكي كمان على فكره لو عندي مشروم اقدر اضيف مشروم للسبانيش اومليت هيبقى لطيف جدا انا معلش ما كان خلصان من عندي ما كنتش عايز اتاخر عليكم فدخلت على طول الحلقه بس لو عايزين نضيف مشروم نقدر هنعمل ايه في البيض ده ملح اوكي انا عندي اخر شويه ملح كويس قوي عشان انا مش فعلا مش محتاج اكتر منهم مش عايز املح اللي عاوز يزود بعد كده ملح يزود هو اوكي يبقوا فكروني بقى اشتري ملح بعد الحلقه ها قولوا لي وانا ماشي عايزين نحط فلفل اهو كده رشه فلفل اوكي واضرب شايفين طريقه الضرب اهي كده زي ما احنا شايفين طيب الحاجات دي ايه منها هيتحط في البيض وايه منها هيستوي على النار اللي هيتحط مع البيض هو الجبنه الرومي كده المبشوره مش محتاج كل الكميه دي واضرب عشان دي هتنزل مع البيض على طول لو حطيتها على النار على طول هتسيح انا عايزها تسيح في وسط البيض مع البيض مش عايزها تسيح لوحدها وبعدين البيض ينزل اوكي نقدر دلوقتي نولع النار بتاعتنا بنحط ايه زيت صويا حيث الاوميجا 3 ومضادات الاكسده والحاجات الهائله كلها ومقاومه الامراض والسكتات الدماغيه وتصلب الشرايين والسرطانات والفيتامين بي 1 ومش عارف الحاجات الحلوه اللي احنا قلناها قبل كده دي طيب حطينا اهو الزيت بتاعنا ونسيبه ايه يسخن انا يهمني قوي ان كل جناب الطاسه زي ما احنا شايفين كده بصوا بعمل ايه كل الجناب لازم يطولها زيت كله لازم يطوله زيت عشان لو البيض طلع لاي جنب من الجناب ما يطلعش يلزق اهو ده مهم بالنسبه لي بعدين هتلاقوا الزيت لما بيسخن درجه لزوجته بتبقى اقل كتير فبيتحرك بمنتهى السهوله في الطاسه بتاعتي طيب عندي بقى الزيتون والموتزاريلا دي هحتاجها بس بعدين مش دلوقتي فدلوقتي كل اللي انا محتاج ان انا اعمله اني انزل بمين بصل اهو لما البصل بتاعي عندي شويه دول كده
الدهان. ادي الحبة دول كده على السكينة عشان محبش اسيب حاجة على البلانشة خالص. اهو خلاص نزلت بالبصل. اوكي هشوح معلقة الخشب اهي. واخذ يشوح ويشوح اهو. يشوح البصل في قليل من الزيت حتى يحمر ويكتسب اللون الذهبي. يكتسب اللون الذهبي عشان الاعراب اللون مفعول به منصوب بالفتحة. يكتسب البصل اللون الذهبي. طيب بيكتبوا كده في الكتب بتاعت الطهي. يشوح البصل في قليل من البتاع. شيل ده عشان تعرفوا تشوفوا اهو. يشوح البصل في قليل من الزيت حتى يكتسب اللون الذهبي. اوكي يتشوح البصل اهو احمر. سلام يا سلام يا سلام. اكتر حاجه بتحتاج طبعا تشويح هي ايه؟ البصل. احنا بننزل الزيت الترتيب بتاعنا ايه؟ الاكثر صلابه فالاقل صلابه كده. البصل مش بس الاكثر صلابه، ده هو كمان نفاذ، عنده ريحه نفاذه اكتر، فلازم يدبل، يعني لازم نقتله طهيا. فبننزله كده في الزيت ونشوحه زي ما احنا شايفين. وبعدين مين بعد كده يلي البصل في الصلابه؟ فلفل طبعا، اكيد مش الطماطم، فتنزل الفلفل اهو. احذر كارمن. طبعا هبدا اوطي النار شويه. اقلب كده اهو اهو. اوكي وبدبل كمان مين؟ الفلفل الرومي. مش بسويه، انا بدبله زي ما احنا شايفين كده. اقدر دلوقتي انزل بمين؟ ها طماطم طبعا اهو. طبعا اللي انا بعمله ده لا يخضع لاي قواعد بتنجان مخلل، بس انا بطبخ بعشوائيه يا جماعه وطريقتي يعني، فسامحوني. وبعدين انتم مش غرب، مشاهدين بتوعي اصدقائي، ف عادي بقى انا باخد راحتي قدامكم يعني. اوكي الفلفلايه وقعت على الارض عشان حرام ما ندوسش عليها. واخذ يقلب ويقلب. خلاص نزل البصل، الفلفل الرومي، الطماطم في الزيت، دبلو لطيف جدا. دلوقتي ممكن ننزل الزيتون الاسود، خد له بقى معاهم تقليبه كده على السريع اهو. شايفين الخضار عامل ازاي في الطاسه؟ حاجه يعني اظن تفتح النفس المقفوله اهو. اوكي ممكن اعلي سنه اهو. لو في مشروم بقى، المشروم ينزل امتى؟ المشروم ينزل بعد البصل على طول، عشان المشروم اكتر حاجه محتاجه سوى اكتر من الفلفل والطماطم والزيتون. هنزل البصل بعدين المشروم بعدين الفلفل بعدين الطماطم بعدين الزيتون، او ممكن الزيتون بعديهم الطماطم. هكتفي بهذا القدر واجيب البيض اضربه ضربه اخيره، هو والجبنه الرومي المبشوره اللي محطوطه فيه، واروح عامل هوب كده. وبعد الهوب دي بسرعه اروح ايه بقى؟ اتدخل بقى في الموقف كده. نوزع بقى البيض بتاعنا والخضار. ايوه قبل ما الايه القرص ينشف، عشان هو
نلحق كده، عايزين جناب فيها بيض كده كده، والسائل ده نجيبه كده عشان يستوي. نحط هنا خضار كده، احنا تقريبا وزعنا البيض في الموضوع كله. اوكي اوكي، وابدا بقى ايه، استعد استعداداتي الخاصه بقى عشان احنا ايه هنخوض الحرب. اعمل كده، انا مش اشول على فكره، بس انا افضل ان انا اقلب واسلك بايديا اليمين، فعشان كده همسك الطاسه بالشمال. وبعدين كوني رياضيا او بحاول اكون رياضي، فده بيخليني ما عنديش مشكله، يعني الشمال عندي مش هضعف من اليمين، اقدر امسك بيها الحاجات الثقيله واعيش عادي. اوكي، عايز هو شويه سوا من هنا. نتعامل بقى مع النار بشويه ايه حرفيه، يعني هو عايز سوا من هنا، اجيبه على النار من ناحيه هنا، هوطي بقى عشان ايه ما يتحرقش مني. اوكي، وابدا بقى ايه اعيش مع السوا. هو عاوز يستوي، يمسك نفسه شويه من الناحيه دي، هو من هنا حلو اهو. اهو دلوقتي البيض الى حد كبير هو استوى من تحت خلاص، عايز يستوي من فوق. لو هي طاسة صغيرة فهيبقى سهل ان انا اعمل الحركة اللوزعية اللي هي هوبا ونقلب البيض ونكده خلاص، وممكن اعملها دلوقتي، بس هي المشكلة ان الكمية كبيرة والخضار كتير وفي حاجات لسه سايلة على الوش. فانا بقى بعمل ايه في الحالات اللي زي كده، دي اللمسة بقى بتاعتي، ان انا بروح جايب الموزاريلا اهي، واروح بقى رششها على الوش كده. بصوا بقى الحركة اللي جاية دي اهو، ارش كده موزاريلا على الوش، شيل دي عشان تشوفه حلو، على البيت كله اهو. الاسبانيش اومليت هو اللي انا عملته ده قبل ما احط الموزاريلا ونقلب القرص. على فكره في طريقه برضو، ان احنا ممكن نروح جايبين طبق كبير خلاص وحاطينه قلبينه كده، يعني مثلا هديكم مثل، مجرد مثل، هنروح حاطين طبق بس اكبر من ده على الطاسه، وطبعا احنا ممكن نعمل كميه اقل من كده في طاسه اصغر، بس انا عشان اوريكم بصوره اوضح هنعمل كده، نحطهم على بعض جدا، وبعدين اروح ماسك الطاسه بالطبق عاملهم كده خلاص، فهيبقى الوش فين؟ تحت وكده، يعني العكس، وبعدين اروح منزل اللي في الطبق ده في الطاسه، فهيبقى الوش اللي ما كانش مستوي ده تحت خلاص هيستوي. يعني دي طريقه ان انا اقلب ال، يعني لو عايزين اوريها لكم بجد ممكن، بس عشان وقتكم ما يضيعش خلاص. انا كده خلاص سويت جدا من تحت، فاضل بقى انه ايه من فوق. الحركه بتاعتي بقى اللي بتخليه يعني تطوير وتعديل على الاسبانيش اومليت، ان انا احط موزاريلا على الوش. واعمل ايه بقى دلوقتي؟ اروح فاتح الشوايه بتاعه الفرن، الشوايه اللي فوق، وهمسك الطاسه دي زي ما هي كده احطها في الفرن بالظبط، هما 3 دقايق الوش ده هيستوي والموزاريلا هتسيح، اطلع الطاسه ونشوف المنظر اللي هنشوفه مع بعض. تعالوا نخرج لفاصل على ما ندخل ده الفرن ونطلعه، ونشوف بعد كده بعد ما نحط الاسبانيش اومليت في الطبق هنحلي بايه. سلام مؤقت.